بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. تقبل الله يا أبا أبوي. تقبل الله. الله يتقبل منا ومنكم سائر المسلمين يا رب. آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الآن تقدر تبدأ يومك بلا خوف ولا تردد. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. تبوني أعلمكم خلطة والله أنها تخلي المهموم مرتاح والفقير غني والمبتلى معافى والمريض مشافى؟ صدق والله يا أخواني وعن تجربة، هذه صلاة الفجر وهذه صلاة المغرب، حاول بقدر الإمكان تصليها مع الجماعة. إذا سلمت لا تتحرك من مكانك، اقرأ أذكارك وأنت في نفس جلستك، اقرأ أذكارك بعدين استغفر 100 مرة. بس الفرق صلاة الفجر بعد ما تستغفر 100 مرة افتح المصحف واقرأ صفحة واحدة من سورة البقرة، شوف كيف حياتك تتغير 180 درجة. نسيت شغلها انسانيها الشيطان، والله انها تجربة 10 سنوات. صلاة الفجر لا سلمت، جلست مكانك، قريت اذكارك اللي بعد الصلاة، ثم استغفرت 100 مرة وفتحت سورة البقرة وقريت صفحة واحدة، مباشرة نزل القرآن وارفع يدينك ادع. خل بداية يومك صفحة من سورة البقرة، والدعاء هذا شيء أساسي في حياتك في بداية اليوم، وبعدين شوف الخيرات كيف تنكت عليك من كل حدب وصوب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العرش العظيم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين.